رأيت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت ربي في صورة شاب أمرض. يعني ها هو يعطيك الترخيص للمصطفى عليه الصلاة والسلام، رأيت ربي في صورة شاب أمرض. هو ربي ليس هو الشاب الأمرض، ولكن هنا يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت ربي في صورة شاب أمرض، يعني صورة شاب الأمرض هي هجير اسم الرب، هي هجير اسم الرب. فعلمت بأن هذا الشاب الأمرض الذي رأيته هو هجير لاسم الرب. هذا هو أسماء الله الحسنى في تجلياتها في أثر خلقه. وهذا تقول ومن ينكر على هذا يعود إلى الحديث الصحيح، خلق الله آدم على صورة الرحمن. هنا عندما نبحث عن آدم من هو؟ هو هجير لاسم الرحمن. هذا هو هجير لاسم الرحمن. يعني ما معنى هجير؟ يعني يمثل أثر لهذا الاسم، أثر لهذا الاسم. هل هو الرحمن بذاته؟ لا، هذا ليس كمثله شيء، ولكن هجير كالرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام هو هجير للقرآن، والقرآن ماذا هو؟ صفة من صفة الباري سبحانه عز وجل. هذا هو. إذن هذا الهجير ما معنى؟ يعني كان قرآنا يمشي، يعني إذا أردت أن ترى القرآن وهو يتحرك انظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام من قول وفعل وتقرير. يعني هذا السنة القول والفعل والتقرير هو مثل تصويري للقرآن، يعني هذا المثل التصويري يسمى الهجير. حتى العبد عندما يتوفاه الله فيأتيه هجير أعماله، تأتيه هذه الصورة ويقول له من أنت، فيراه في صورة فائقة الجمال، فيقول له من أنت، يقول له أنا عملك، فينسيه في حب أبيه وأمه وأهله وذويه بشدة جمال صورة عمله. فهل هو هذا العمل الذي هي كل حركة، هل هي فعلا صورة؟ نعم. يعني أنت هنا ماذا تشتغل؟ أنت أعمالك من قولك وفعلك تنتج صورة لهجير أعمالك حتى تؤنسك في ليلة ظلمتك. هذا هو. فحتى نحن في ليلة ظلمانية بحكم قول الباري، بحكم قول النبي خلق الله الخلق في ظلمة، فنحن مخلوقين في ظلمة، فألقى علينا بنوره. يقول الحديث خلقت الخلق في ظلمة فألقيت عليهم بنوره، فمن أصابه النور اهتدى، من أصابه هذا النور اهتدى، ومن أخطأ ضل. يعني ما معنى أخطأ ضل؟ يعني هجير الذي أخطأه نور الباري أصابته ظلمة أفعاله السيئة، فكان هجيره ظلمة، فيأتيه في ليلة القبر في صورة مخيفة فيخيفه ويزيد رعبه، حتى إذا قال له من أنت قال له أنا عملك، فيعود آنذاك يصيح صيحة ويبحث على من يأتنس به لأنه أخافه عمله. فصارت هذا الهجير أعمالك، وهذه النار صورة لعملك الدنيوي الذي أنتجتها أنت بيدك. هذا هو ربي عادل، أنت على ما اشتغلت على هجير الأسماء الله الحسنى الجمالية أورثتك طبعا من هجير الأسماء الباري. وإذا اشتغلت على أوصاف وعلى صور وعلى أفعال مخيفة هاجرت إليك في صورة الطاغوت الذي أخرجك من نور القرب ومن نور العلم إلى ظلمة الكفر والشرك بحكم الآية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات.